قمة جديدة. أنا فاكر إني زمان كنت واحد من أهم مفاتيح لعب الفريق في ماتشات القمة. كنت جاي من أرض غير الأرض، وكانت أكتر حاجة ممكن تشغل دماغي هو ضغط الجمهور. ماتش زي ده، ماتش ممكن يخلص بفرصة واحدة، وممكن يخلص عليك بنفس الفرصة. أيام كنت بلعب زمان، ماتش الأهلي ده كان يعتبر أصعب ماتش الواحد نازل يلعبه، لأن أنت قدام جمهور كبير، والجمهور ده معروف عنه هو اللي يبي يطلعك فوق يبي ينزلك تحت. بمجرد ما تحط رجلك في الملعب، اعرف انك على اول سطر من سطور التاريخ في مصر. الماتش ده ممكن يخلي اي لاعب من مجرد لاعب عادي لمعشوق الجماهير في يوم وليلة. كنت بحب حماسة الماتشات دي جدا، وعشان كده بقيت الهداف التاريخي للأجانب في القمة. كانت ليلة ممتعة فعلا، اتمنى انك تجربه زيها النهارده. الماتش ده ما بيكسبكش بطولة، ده بيكسبك تاريخ ورصيد عند الجمهور. ماتش القمة زي الشطرنج، اللي يعرف يفكه هو اللي الجمهور يشيله فوق دماغه ويعمله نجم كبير 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 وما ينساهوش طول عمره.